إن شاء الله تتعمم مثل المبادرات لكل المدارس إن شاء الله بيكم أنتم. مثل بينا إحنا أولادنا ظروف أحسن يكونوا أحسن، رغم في ظروف حسنة إن شاء الله دائما نطمح، دائما الى دائما نطمح الى ما هو احسن. احنا ماذا بينا اولادنا يعيشوا خير مننا، احنا ان شاء الله اولادهم يعيشوا خير منهم ان شاء الله. بدوري اشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه وعلى هذه الفرصه المتاحه لتجسيد هذا المشروع اللي عزيز علينا بزاف، ولكن نجاح هذا المشروع مرهون بمدى انخراط كل الفاعلين في الاسره الرياضيه وفي الاسره المدرسيه. لنديروا هذا التناغم بين الأسرتين ونكونوا أسرة واحدة، ونظن بلي ننجحوا في رهان الرياضة المدرسية والجامعية. والدور اللي يلعبوه منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ دور مهم جدا، هم الشريك الفعلي طبيعة الحال، وإن شاء الله يكونوا هم المراقبين لمدى تجسيد هذا المشروع. رسالة فقط ربما هذه على بالك بها راك كوزير، انه المدارس هي خزان للمواهب والرياضة المدرسية خرجت العديد من العدائين خصوصا هنا في ولاية شلف. احنا ماذا بينا الرياضة المدرسية خصوصا على مستوى المدارس الابتدائية تتطور اكثر فاكثر، لانه المواهب تخرج عندما تلقى كل الامكانيات الضرورية للنشء، لانه الاطفال عندهم خصوصية اللي نشأ صغير ولازم المحافظة عليه. أكيد. نشوف مثلا تغيير مثل هذا المنصات تكون عشب استثنائي على مستوى الاخر، هذا كاقتراح فقط. سنعمل جاهدين.